باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمة الله وبركته من الآن وإلى الأبد أمين. ليعطي الرب كلمة عند انفتاح الفم بإرشاد الروح القدس لنسمع ماذا يريد أن يقوله لنا الروح القدس في هذا المساء المبارك. يعطينا آذانا صاغية وقلوب مفتوحة لسماع وقبول كلمته المقدسة حتى تأتي بثمر مقدس في قلوبنا وفي حياتنا، ونتمم قول الرب يسوع له المجد: طوبى للذين يسمعون كلام الله ويحفظونه. أمين. مرحب بكم أيها الأحباء مرة أخرى في هذه السلسلة من تمثلوا بإيمانهم، وفي هذه الحلقات والتأملات في بالإيمان نفهم. بالإيمان نفهم أعمال الله، وأما الإيمان فهو الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى، فإنه في هذا شهد للقدماء: بالإيمان نفهم أن العالمين أتقنت بكلمة الله حتى لم يتكون ما يرى مما هو ظاهر. دي كانت الرسالة الأولى أحبائي. وبعد كده الرسالة الثانية كنا تكلمنا عن رؤية الإيمان بالأعمال: أرني إيمانك بدون أعمالك وأنا أريك بأعمال إيماني. وتكلمنا الأسبوع الماضي عن نوعين من الفهم: فهم الأشرار وفهم الأبرار. فهم الأشرار يحمينا ربنا، يقول كده في دانيال: ولا يفهم فقال اسهب يا دانيال لأن الكلمات مخفية ومختومة إلى وقت النهاية. كثيرون يتطهرون ويبيضون ويمحصون، أما الأشرار فيفعلون شرا. ولا يفهم أحد الأشرار لكن الفاهمون يفهمون. وبالتالي كان صوت الرب يسوع لتلاميذه: أفهمتم هذا كلهم؟ إذن بالإيمان نفهم، وبس محتاجين نفهم فهم الفاهمين، فهم الأبرار وليس فهم الأشرار. يا أحبائي نكمل هذا اللقاء النهاردة يا أحبائي، ونشوف كيف نفهم وبماذا نفهم، وهل أي شيء ممكن يتفهم الآن؟ تعالوا نشوف معلمنا بولس الرسول أو الكتاب المقدس عامة إلى أن أصل إلى سفر الأمثال يعطينا رسالة مهمة. لكن زي ما احنا متعودين إن احنا نقرأ جزء من الكتاب المقدس، والجزء دي هنقراه من سفر الجامعة في أصحاح 3:11. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. صنع الكل حسنا في وقته، وأيضا جعل الأبدية في قلوبهم التي بلاها لا يدرك الإنسان العمل الذي يعمله الله من البداية إلى النهاية. مجدا للثالوث القدوس إلهنا إلى الأبد آمين. الأبدية في قلوبهم، جعل الأبدية في قلبهم. بدون فكر الأبدية، بدون هدف الأبدية في قلب الإنسان، لا يستطيع الإنسان أن يدرك، بمعنى لا يستطيع الإنسان أن يفهم العمل اللي بيعمله الله من يوم بداية الخليقة إلى نهاية في مجيئه الثاني المبارك. ولعل هذا الفكر يا أحبائي هو السبب اللي بيخلي كثير من الناس لا يقبلون إرادة الله ومشيئته. كثير من الناس لا يخضعون بالترتيب الإلهي. كده الترنيمة بتقول له كده: أرجوك أعطني ما ينقصني لذلك أفهم مشيئتك مهما كنت أعاني. والكلام ده مش حديثا يا أحبائي،
الكلام ده من القديم، لعل أكتر شعب تذمر على الله منذ القديم هو شعب بني إسرائيل، بالرغم من كل العمل اللي عمله ربنا معاهم. أخرجهم من أرض مصر من يد فرعون، صنع معاهم معجزات وهم ماشيين في البرية، لكن بعد ده كله كان هناك تذمر. كانت النتيجة إنهم لم يفهموا قصد الله وعمل الله من البداية، وإيه قصد الله عشان يطلعوا بهذه الصورة وعشان يوصلوا أرض الموعد. كانت الرسالة صعبة. في كورنثس الأولى أصحاح 10 كان الحكم صعب، كان الحكم صعب عليهم. يقول كده الكتاب المقدس: وهذه الأمور لست أريد أن تشهلوا أيها الإخوة، أن آبائنا جميعهم كانوا تحت السحابة، وجميعهم اجتازوا في البحر، وجميعهم اعتمدوا لموسى في السحابة وفي البحر، جميعهم أكلوا طعاما واحدا روحيا، جميعهم شربوا شرابا روحيا واحدا، لأنهم كانوا يشربون من صخرة روحية تابعتهم، والصخرة كانت المسيح. لكن للأسف بأكثرهم لم يصر الله. يا بعد ده كله ليه؟ لأنهم طرحوا في القفر. بأكثرهم لم يصر الله لأنهم لم يؤمنوا حتى هذه اللحظة اللي هي قبل ما يدخلوا أرض الموعد. وهذه الأمور معلمنا بولس الرسول يقول لنا كده: وهذه الأمور حدثت لنا، حدثت مثالا لنا، حتى لا نكون مشتهين شرورا كما اشتهى أولئك. إذن محتاجين إن احنا بفكر الأبدية إن احنا نفهم عمل الله في حياتنا. أحبائي، المرة اللي فاتت تكلمنا على الإيمان. بالإيمان نفهم عمل الله وخلقة الله وترتيب الله، والأسبوع الماضي بالإيمان بأعمال الإنسان يستطيع أن يدرك أو أن يعيش هذا الإيمان ويعلن هذا الإيمان، وبالتالي يكون عند الإنسان الفهم الحقيقي أو الفهم الروحي، وليس فكر العالم، فكر الأشرار. يحمينا ربنا. النهاردة لربما في بعض الناس تنطبق عليهم هذه الآية، اللي هو عايز كل شيء عايزين يفهموه بالعقل، كل شيء بالورقة والقلم، كل شيء بالشرح والإدراك والفهم، وإن لم يكن يبقى لا نؤمن ولا نخضع ولا نسلم لإرادة الله. كلام ده حصل مع معلمنا بطرس الرسول لما جاء سيد المسيح يغسل أرجل تلاميذه، قال له: لن أسمح ليك أنك أنت تغسل رجلي. قال له: إذا لم أغسل رجليك لا يكون لك نصيب معاي. في الأول قال له كده في يوحنا 13:7: أجاب يسوع وقال له: لست تعلم أنت الآن ما أنا أصنع، ولكنك ستفهم فيما بعد. إذن مش كل حاجة يستطيع الإنسان إنه هو لازم يلاقي عنا جواب. على الأقل في الوقت الحاضر، في الوقت اللي فيه الأمر، في الوقت اللي فيه الضيقة، في الوقت اللي فيه الوباء، في الوقت لحد دلوقتي مش فاهمين ليه يا رب سمحت بهذا الوباء، ليه سمحت بكل هذه الأعداد، ما زال العالم والعلماء محتارين. لست تفهم ما أصنع أنا الآن، ولكنك ستفهم فيما بعد. لولا فكر الأبدية لن يستطيع. وطبعا للأسف العالم، مش عايز أقول كله، بس في منهم ألحدوا وفي منهم بعدوا عن الله، ما عندهمش هذا الإيمان بتاع الأبدية ولا بتاع وجود ربنا وعمل ربنا، العمل الذي يعمله الله لا يدركه الإنسان. ليه؟ لأن فكر الأبدية ليس في قلوبهم. عشان كده معلمنا بولس الرسول وصل وعايز يقول للإنسان اللي أنت اللي تعرفه ده بعض المعرفة في كورنثس الأولى 13:12: فإننا ننظر الآن في مرآة في لغز، لكن حينئذ وجها لوجه. الآن أعرف بعض المعرفة،
لكن حينئذ سأعرف كما عرفت. في مثل عام يقول لك كده، ربنا عرفوه بالعقل ولا شافوه؟ تقول لي لا ما شافوهوش، عرفوه بالعقل. فين العقل المحدود اللي يستطيع أن يعرف؟ يعرف بعض المعرفة عن الله، لكن لا يستطيع العقل البشري أن يدرك كل عمل الله. الآن أعرف بعض المعرفة، إحنا دلوقتي بننظر كأنه في مرآة لغز، بس لسه لم ينكشف هذا السر كاملة إلا في مجيئه، حينئذ سأعرف كما عرفت. تعال على سبيل المثال، تعال نشوف القيمة الحقيقية بالنسبة للفهم بتاع البشر. يا أحبائي، دي من ضمن الحاجات اللي احنا تكلمنا عنها الأسبوع الماضي، نوعين من الفهم. في مثلا الغنى والفقر، العالم كله ينظر إلى الإنسان الغني وينظر إلى الإنسان الفقير كأنه نكرة، عشان كده يتعامل مع الأغنياء بطريقة، وللأسف يتعامل مع الفقراء بطريقة تانية. لكن لو احنا فهمنا صح ان احنا نتعامل مع الفقراء زي ما بنتعامل مع الأغنياء، يبقى كده احنا بنفهم فهم الأبرار، فهم الفاهمون اللي هم يضيئون. لما ندرك ان هذا الفقر هو سبب سماح من الله وبركة بالنسبة للإنسان أيضا، مش كل الغنى ده، نعمة. في ناس حتضل بسبب الغنى. محبة المال أصلا لكل الشرور، الذي إذا ابتغاه قوم ضلوا عن الإيمان. أنت بتعامل الغني إزاي وبتعامل الفقير إزاي؟ النجاح والفشل، فهم الإنسان لو بصل للنجاح، النجاح بتاعي إن أنا أكسب 1,000,000 جنيه، والفشل إن أنا أخسر فلوسي كلها، ده في نظر الإنسان في العالم. لكن وليه بتبص لكده؟ أصل يقول لك ده رأس مالي، ده الرصيد بتاعي، ده الكنز بتاعي. يوم ما يكون عندي فلوس كتير معناه أنا إنسان ناجح في حياتي، يوم ما يكون عندي أخسر كل شيء معناه إن أنا إنسان فاشل. لكن تعال شوف فهم أولاد الله المفروض يكون إيه بالإيمان. الإيمان النجاح بتاعي إن أنا لو ربحت خطوة في حياتي الروحية أتقرب بها للمسيح، أقول له أشكرك يا رب، كنت ضايع والآن رديتني، خطوة نجاح. عشان كده يقول معلمنا بولس الرسول، الله لم يعطنا روح الفشل بل أعطانا روح القوة والمحبة والنصح. هو ده النجاح الحقيقي، مش النجاح اللي هو في الرصيد الأرضي. معلمنا بولس الرسول قال كده، كلما ربحت في العالم كله أحسب نفاية من أجل معرفة فضل معرفة المسيح وربح المسيح. الفلوس والنفوذ بالتالي أنا بنظر إليها إزاي، بفهم إزاي، بفهم إن الفلوس دي هي عبارة عن بركة أعطاه لي الله، الفلوس دي وكالة ائتمني عليها الله، الفلوس دي بركة أنا بقدم بيها، بقول له كده من يدك وأعطيناك وبقدم العشور أو البكور، أم الفلوس بالنسبة لي هي رقم وهي دي اللي بتديني مركز؟ يقول لك كده المثل الإنجليزي، Time is money، time is money. time هنشوفها بعد شوية في الوقت. الإنسان الوقت بتاعه كله للفلوس، وبالتالي النفوس ملهاش، مش شغل الشاغل. إنما الإنسان الروحي أولاد الله، شغل الشاغل هو أن أنا أربح نفسي ليك يا رب، شغل الشاغل أن أنا أربح نفوس ليك. عشان كده كنيستنا نشكر الله يا أحبائي، عندنا النفوس قبل الفلوس. ما عندناش أي خدمة بفلوس، ما عندناش أي عمل بنقدمه بفلوس، حتى الشهادات، حتى أي خدمة عمرنا مدينا بطلبنا من الناس فلوس. الإنسان اللي بيعنده بيعطي ويعطي بحسب رغبته، بحسبه بكامل إرادته. ليه؟ لأننا يهمنا النفوس قبل الفلوس.
آخر حاجة أحبائي وهو الوقت والاستثمار. إحنا بنحسب الوقت إزاي؟ الوقت اللي له قيمة كبيرة، وأنا هأجل الحتة دي إلى آخر العظة عشان نقول نفهمها إزاي. إذن يا أحبائي، أي فهم إحنا عايزين نفهمه؟ عايزين نفهم كل شيء بعقلنا المحدود، أم عايزين نفهم كل شيء نفهم بعقلنا البشري ونفهم الأشياء بصورة أخرى؟ في يوم من الأيام كان في طفل صغير في بلدة. الطفل ده كان بيحفر جنب المحيط حفرة في الرمل، وياخد من البحر بتاع المحيط ده ويشيل ويحط في الحفرة دي قدر ما يحفر. طبعا هيحفر قدر كيف؟ طفل صغير، فحفر تقريبا بتاع حوالي نص متر دي أكثرها يعني. فكان يجيب جردل بتاع مية من البحر من المحيط ويكبه في الحفرة دي، والحفرة تملت، يقوم يجيب جردل تاني ويحطه في الحفرة. طب هتساع ازاي؟ لحد ما جعد عليه واحد فيلسوف كان مشهور في البلدة دي، فيلسوف بس للأسف ألحد. فبص للطفل كده واستغرب، قال له أنت بتعمل إيه؟ قال له أنا عملت حفرة وعايز أجيب من المية بتاعت المحيط دي كلها وأحطها في الحفرة دي. فقال له أنت أكيد مجنون. قال له ليه؟ قال له بقى المحيط ده كبره اللي أنت مش شايف أوله من آخره، انت عايز تجيبه في الحفرة الصغيرة دي اللي ما كملتش نص متر. قال له وهل انت تريد انك انت تدرك الله وتفهم الله الغير محدود في عقلك المحدود؟ فهمت القصد يا احبائي؟ مش ممكن نستطيع ان نحن ندرك كل عمل الله، لكن الان اعرف بعض المعرفة. عشان كده الانسان اللي بيصر إن هو لازم يعرف مش هيوصل لنهاية. يقول له كده في معلمنا بولس الرسول، يقول له كده في سفر الأمثال أصحاح 28 وعدد 5. وأدعوك النهاردة يا أخي وأختي إن احنا نقرأ سفر الأمثال النهاردة، يكون تدريب لينا يا ريت. وإذا لم يكن التدريب كله في سفر الأمثال تكون حاجة حلوة، لكن حدعوك النهاردة إن تقرأ سفر الأمثال أصحاح 28 وعدد 5. بتكلم على ثلاثة شخصيات من الناس، مقارنة ما بين البار والشرير، ومقارنة ما بين الأمين والشرير، وصفات الإنسان الصالح الصديق. اقرأ الإصحاح النهاردة بتاع أمثال 28. يقول كده إيه؟ يقول كده في عدد 2: لمعصية أرض تكسر رؤسائها. اللي هو يقول لك كده إيه؟ المركب اللي برئيسين يحصل لها إيه؟ تغرق. لمعصية أرض، عايز تضر بأرض، عايز تنهي أرض، تكسر رؤسائها. لكن بزي فهم ومعرفة تدوم الأرض. يعني بفهم قصد الله، الإنسان اللي يفهم قصد الله، الإنسان الذي يتمم قصد الله. عشان كده يكمل يقول كده: تاركو الشريعة يمدحون الأشرار، وحافظو الأشرار يخاصمونهم. الناس الأشرار لا يفهمون الحق. شوف سليمان الحكيم وصل لهذه النتيجة. الناس الأشرار لا يفهمون الحق، وإحنا تكلمنا عن الحق الأسبوع الماضي. الذين يدعونه، الرب قريب لكل الذين يدعونه. الذين يدعونه بإيه؟ بالحق. الناس الأشرار لا يفهمون الحق، إنما طالبو الرب يفهمون كل شيء. كل إنسان يقول له كده إيه؟ لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. كمل باقي الإصحاح وانت تشوف رسالة الله ليك وليا وليك يا أختي. عشان كده أحبائي في أمور محتاجين إن احنا لا نستطيع أن ندركها. طب نعمل إيه يا أبونا؟ أول حاجة عندك وأهم حاجة عندك هو الكتاب المقدس.
لما أكون تعبان أروح لمين غيرك؟ أنت اللي تريحني يا يسوع. لما أكون قلقان أروح لمين غيرك؟ أنت اللي ترشدني يا يسوع. لما أكون حزين أروح لمين غيرك؟ أنت اللي تعزيني يا يسوع. وهكذا كل هذه الكلمات فهمت من الكتب، مش هتلاقي وسيلة تقدر تفهم بيها قصد الله وعمل الله الحق اللي بيسمح به والله إلا من خلال الكتب. في دانيال 9:2 يقول لنا كده: في السنة الأولى من ملكه، اللي هو ملك بلشسر، أنا دانيال فهمت من الكتب عدد السنين التي كانت عنها كلمة الرب إلى أرميا النبي لكمالة 70 سنة على خراب أورشليم. مش هدخل في تفاصيل تفسير الآية، لكن أعرف أخذ الجزء فهمت من الكتب، ومش هتقدر تفهم قصد الله إلا من الكتب. في مزمور 119:73 يداك، آسف، أخذ متى 24:15، خراب أورشليم دي يقول عنه في علامات المجيء الثاني: فمتى نظرتم رجسة الخراب التي قال عنها دانيال النبي قائمة في المكان المقدس ليفهم القارئ؟ إيه؟ إنه على الأبواب، قريب على الأبواب، اقترب مجيئه. لما أنت تكون تسهر كثير من العلامات، احنا مستعدين يا رب، احنا في اي وقت، بس المهم ان الانسان ايه؟ فكره وفهمه للأبدية وخلاص. نفسه الارض هتزول وكل اللي فيها هتزول، لكن المشكلة انت خلاص نفسك. ماذا ينتفع الانسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ هتستفيد ايه لو عرفت كل حاجة؟ ليس الخلاص بكثرة المعرفة. أي نعم، هلك شعبي بسبب عدم المعرفة، لكن في نفس الوقت ليس الخلاص بكثرة المعرفة. مش معلومات، الحياة مع الله ليست معلومات، الحياة مع الله إيمان وتسليم وخضوع وإرادة. الآن أرجوك أعطني ما ينقصني لذلك أفهم مشيئتك حتى وإن كنت أعاني يا رب. عشان كده يا أحبائي، الإنسان اللي بيسلم لإرادة الله، شوف داود النبي يقول له كيه في المزمور 119: يداك صنعتاني وأنشأتاني، فهمني فأتعلم وصاياك. يعني أنت اللي خلقتني، أنت اللي كونتني، أنت اللي صنعتني. أبعد هذا ينساني؟ زي ما بتقول الترنيمة، أنت اللي مت علشاني، أنت اللي جيت لخلاصي، أبعد هذا تنساني؟ آه، ممكن. مش هو اللي ينساك، للأسف إحنا اللي بننساه، وإحنا اللي بننسى العمل بتاعه. وعايزين كل شيء؟ لا، لازم تشرح، لازم تفهم، لازم توضح، وإلا مفيش ربنا، مفيش كنيسة، مفيش أي حاجة. يا خسارة، يا خسارة، يا خسارة لما الإنسان يمشي وراء فهم العالم، ويا خسارة الإنسان لما يمشي وراء فهم الآخرين أو الشيطان، فكر الشيطان في العالم. عشان كده خلي بالك، محتاجين إنك أنت تطلب من ربنا. في تيموثاوس الثانية، آسف، أصحاح 2:7، معلمنا بولس الرسول يقول للتلميذ تيموثاوس. مين تيموثاوس ده؟ تيموثاوس ده اللي كان يعرف الكتب المقدسة منذ الطفولية، لكن يجي في حتة يقول له كده ايه في تيموثاوس 2:7، يقول له كده: افهم ما اقول يا تيموثاوس، افهم ما اقول. ايه اللي بتقوله له؟ فليعطيك الرب فهما في كل شيء. افهم ما اقول، اللي هو ليس أحد وهو يتجند يرتبك بأعمال الحياة لكي يرضي من جنده على الأرض، ولا أيضا إن كان أحد يجاهد لا يكلل إن لم يجاهد قانونيا. يا ما في ناس للأسف بتحاول إنها ترضي من جنده، ترضي البشر، مهما كانت مكانة البشر، مهما كانت وظيفة البشر، مهما كان مركز البشر،
في ناس تتبع يقول كده الكتاب المقدس يا للأسف للأسف تركوني أنا الخالق وعبدوا مين؟ وعبدوا المخلوق. والكتاب المقدس معلمنا بولس الرسول يقول للتلميذ تيموثاوس اشترك في احتمال المشقات كجندي صالح ليسوع المسيح. انت بتتبع مين؟ انت ماشي ورا مين؟ انت بترضي مين؟ المسيح ام الانسان المخلوق اللي زيي وزيك؟ عشان كده ليس احد وهو يتجند اللي باص على الابديه اللي عايش اللي داخل الحرب مع الشيطان. الحرب هي لله اللي مجند نفسه انه يحتمل من اجل المسيح. لا يرتبك باعمال الحياه لكي يرضي من جنده. للاسف ما كان في واحد ديماس قد تركني لي لأنه أحب العالم الحاضر، حب يرضي الآخرين. عشان كده في نفس الرسالة قال له كده خلي بالك يا تيموثاوس في أصحاح 4، تيموثاوس الثاني أصحاح 4 قال له كده أنا أناشدك إذن أمام الله والرب يسوع المسيح العتيد أن يدين الأحياء والأموات عند ظهور ملكوته. اكرز بالكلمة، اعكف على ذلك في وقت مناسب وغير مناسب. ليه غير مناسب؟ وبخ عز انتهر بكل أنات وتعليم لأنه سيكون وقت يحمينا ربنا لا يحتملون فيه التعليم الصحيح بل حسب شهواتهم الخاصة يجمعون لهم معلمين مستحكة مسامعهم. يعني ايه؟ يعني طبطب، يعني حك ودانه كده، يعني يديه الكلام اللي هو ايه اللي هو يعني هو اللي عايز يسمعه. انما كلمة الحق لا يريد ان يسمعها فيصرفون مسامعهم. مش كلامي ده، كلام لسه الكتاب المقدس تيموثاوس الثاني اصحاح 4، فيصرفون مسامعهم عن الحق وينحرفون إلى الخرافات. وأما أنت فاصحو في كل شيء، احتمل المشقات، اعمل عمل المبشر، تمم خدمتك. عشان كده كنيسة باقية ورسالتها باقية ودعوتها لكل النفوس. اصحو في كل شيء، اقبل، تمم، اشهد، عيش الأبدية وانت على الأرض. افهم ما أقول، تيموثاوس الثانية 2:7، افهم ما أقول فليعطيك الرب فهما في كل شيء. لو ما فيش إيمان مش هنقدر نفهم عمل الله ولا الأبدية. أحبائي ده من الكتب. طيب والإنسان الفهيم ياخد ايه؟ يا بخت الإنسان اللي يسمع ويفهم. عشان كده دايما دايما كل عظة لازم أبتدي بهذا الأمر. الله يعطي كلمة عند انفتاح الفم لنسمع ماذا يريد أن يقول لنا الروح القدس. طوبى للذين يسمعون كلام الله ويحفظونه، يعني يفهمونه، يعني في كل قلوبهم وبحسب إرادة الله. إنما تقول لي كل شيء لا بالعقل وبالقلم وبالحساب، أقول لك مسكين مسكين. في يوم من الأيام كنا أخذنا رسائل في وقت زمن الكورونا، ياريت إن إحنا نرجع إليها. كانت رسالة عن يهوشافاط، يهوشافاط الملك، ملك يهوذا، وأسف وأخذناها أيضا في سلسلة الإيمان. آمنوا فتأمنوا، يقول كده الكتاب المقدس عن يهوشافاط عشان يفهم كلام الله، عشان يفهم ترتيب الله. يقول له كده فوقف يهوشافاط في جماعة يهوذا وأورشليم في أخبار الأيام الثانية أصحاح 20، وقف في بيت الرب وقال يا رب إله آبائنا أما أنت هو الله في السماء وأنت المتسلط على جميع الممالك الأمم وبيدك قوة وجبروت
وليس من يقف معك؟ ألست أنت إلهنا الذي طردت سكان هذه الأرض؟ ويكمل في الآخر ويقول له كده: إذا جاء علينا شر، سيف، قضاء أو وباء أو جوع، ووقفنا أمام هذا البيت وأمامك لأن اسمك في هذا البيت، وصرخنا إليك من ضيقنا، فإنك تسمع وتخلص وتخلص. يا للحزن ويا للأسف، الناس لما بتاجي في الضيقة وفي الشدة يقول لك لا رايحين الكنيسة ولا جايين من الكنيسة ولا أصلا هنعتب عتبة الكنيسة، وعايز بعد كده أن ربنا يخلصك من الضيقة، وعايز بعد كده أن ربنا يخلصك من الشدة. طب إزاي؟ ما أنا عايز أفهم. أقول لك شوف يا هوشافاط قال له إيه: ونحن لا نعلم ماذا نعمل، لكن نحوك أعيننا. وكان كل يهوذا واقفين أمام الرب مع أطفالهم ونساءهم وبنيهم. هو ده العمل، لسنا نعمل ما نعم ماذا نفعل، لكن نحوك أعيننا. احفظ الآية دي وردد الآية دي، أخبار الأيام 20-12 سهلة أنك تحفظها، اثنينات كلها، أخبار الأيام الثاني 2 أيام، أخبار أيام 20-12. وبالتالي يوم ما تفهم قصد الله تكتسب ايه؟ تدبيرا، تعرف تتصرف صح، تعرف تدبر امورك صح، تعرف تدبر حياتك صح في وسط الازمه وفي وسط الضيقه وفي وسط الشده وفي وسط الوباء وفي وسط الجوع. تقدر تاخد تدبير من الله. في سفر الامثال اصحاح 1:5-7 كمان، مش بقول لك اقرأ سفر الأمثال وانت تلاقي كلمات كثيرة، يقول كده: يسمعها الحكيم فيزداد علما، والفهيم اللي عنده استعداد ان يفهم. اصل مش كل انسان عنده استعداد ان يفهم، كل واحد نشكر الله كل واحد مننا عنده عقل، بس زي ما قال السيد المسيح: لهم آذان لكن لا يسمعون، لهم عيون لكن لا يبصرون. انا خايف اقول لنا عقول لكن لا نفهم، زي ما قال في سفر دانيال: الفاهمون هم الذين يضيئون. الفهيم يكتسب تدبيرا لفهم المثل واللغز، أقوال الحكماء وغوامضهم. مخافة الرب رأس المعرفة. شفت الكتاب المقدس هيدي لك إيه؟ هيدي لك مخافة الله. سمر خوفك في لحمي عشان أقدر أفهم قصدك الإلهي، أقدر أفهم إرادتك ومشيئتك. أما الجاهلون فيحتقرون الحكمة والأدب. سامحوني أحبائي، أنا لا أسيء إلى إنسان، ولا من طبعي إن أنا أجرح أي إنسان، أحترم وأقدر كل إنسان، لأن كل إنسان نفسه غالية اندفع فيها دم يسوع المسيح. مين أنا؟ لكن أنا بذكر ليك وبعكس ليك الكتاب المقدس عشان نفهمه صح، مش نفهمه بحرفية، لأن الحرف يقتل ولكن الروح يحيي. الجاهلون هو الإنسان اللي قال الجاهل في قلبه، حتى لو متعلم لكن قال الجاهل في قلبه ليس إله. هم الملحدين دول كانوا أصلا إيه؟ وهم فلاسفة وعظماء وعلماء، لكن للأسف في نظر الله هم جهال. ليه؟ لأن قال الجاهل في قلبه ليس إله. أيضا تقدر تكتسب تدبيرا من أبوك الروحي، مرشدك، أب اعترافك. بدل ما أنت ماشي في العالم كده ماشي مع الماشي وجاي مع الجاي زي ما بيقولوا، لا أنت فاهم حاجة ولا أنت عارف حاجة، بس زي ما بيقولوا أنت بتعمل. طب فين بنوتك لأبوك أب اعترافك؟ ولا أنا آسف أقول أنت يمكن أصلاً ما عندكش أب اعتراف، ما عندكش أصلاً مرشد روحي في حياتك، عشان كده للأسف أنت ملك نفسك، أنت ماشي براسك. لكن أنا هقول لك كلمة: عقلك في راسك تعمل إيه؟ تعرف خلاصك. أظن واضحة، عقلك في راسك تعرف خلاصك.
في عبرانيين 13-17 يقول لنا كده: أطيعوا مرشديكم واخضعوا، لأنهم يسهرون لأجل نفوسكم كأنهم سوف يعطون حسابا لكي يفعلوا ذلك بفرح لا أنين، لأن هذا غير نافع لكم. لما يشوف أب أولاده ضيعين بعيدين ماشيين مع تيار العالم، مش فاهمين، مش منتبهين للأبدية بتاعتهم، مش منتبهين لخلاص نفوسهم، يا ترى الرسالة هتكون إيه؟ بفرح ولا بأنين ولا بحزن؟ زي ما السيد المسيح وصل في آخر الأيام وقال كده إيه: نفسي حزينة جدا حتى الموت. ذلك أيضا ارجع لأبوك الروحي. لسه الأيام اللي فاتت دي بقول لكل إنسان: أنا بريء من دم كل إنسان بيتقدم إلى التناول من دون توبة، من دون أب اعتراف، من دون احتراف، بتجريح، بإساءة، بإدانة، بعسرة. ارجع لب اعترافك. بعض الناس طبعا للأسف فهموا الكلام بتاعي وقالوا كده: أبونا قال لحل لا بركة. لا حبيبي، مش أنا اللي أقول لحل لا بركة، أنت أب اعترافك هو اللي يقول لك لحل لا بركة. أنا أقول لك لو في حاجة في الكنيسة تمس الكنيسة وتمس العقيدة وتمس الحياة تحت الكنيسة، لكن أنت بينك وبين نفسك. بس أنا ببرئ نفسي أمام الله عشان أحميك، لأني بخاف عليك، بخاف عليك أنك تتقدم إلى التناول وأنت واخد تأخذ دينونة، وأنت أسأت، أنت جرحت، أنت عصرت، بكلامك تتبرر وبكلامك تدان. وده وصية الكتاب المقدس، ليس من عندي أحبائي. في سفر حزقيال أصحاح 3، وأظن أن أنا يعني ما خفتهاش عنكم قبل كده، في أصحاح 3 وسفر حزقيال، آسف أن أنا طلعت حتة من بره، لكن بس ده مناسبة مع الحتة دي عشان الرسالة تكون واصلة للكل، مش بس اللي بيحضروا في القداس، وعشان على لساني، عشان ما فيش واحد يحور الكلام بعد كده أن أنا قلت لا حل لا بركة. لا، أب اعترافك ارجع ليه وهو اللي يقول لك. في حزقيال 3 يقول لك كده: يا ابني آدم، عدد 17: جعلتك رقيبا لبيت إسرائيل، فاسمع الكلمة من فمي وانذرهم من قبلي. إذا قلت للشرير موتا تموت، وما أنذرت أنت، ولا تكلمت إنذارا للشرير من طريقه الرديئة لإحيائه، لأن الله لا يسرب موت الخاطئ بل أن يرجع ويحيى. لو أنت ما تكلمتش لإحيائه فذلك الشرير يموت باسمه، أما دمه فمن يدك أطلبه. أخاف عليك وأخاف على نفسي، يحمينا ربنا أحبائي. وإن أنذرت أنت الشرير ولم يرجع عن شره ولا عن طريق الرديئة فإنه يموت باسمه، فأنت أما أنت فقد نجيت نفسي، آسف، فقد نجيت نفسك. وأنا زي ما بصلي لضعفي بصلي لكل أولادي، لكل بناتي، لكل شعب الكنيسة، لأننا لا نريد أن نهلك. ما تسمحش يا رب أن أي واحد من أولادك يهلك. احفظ شعبك، احفظ كنيستك، بارك ميراثك. طلبة بنقولها في آخر القداس وبنصلي بيها في أثناء القداس: ارجع لأب اعترافك، استشيره وأخذ منه إرشاد، اخضع ليه، أطيعوا مرشديكم وإخضعوا. هحكي قصة في نهاية هذا الأمر، في نهاية هذه العظة يا أحبائي. النتيجة يا أحبائي، تقول لي مش سامع، أقول لك إذا كان الفهيم يكتسب تدبيرا، طيب واللي يرفض هذا اللي يرفض أن يفهم؟ في أمثال 15:32 يقول لنا كده: من يرفض التأديب يرزل نفسه. كأنك أنت بترفض نفسك، مش عايز تسمع للتأديب، بترفض نفسك. ومن يسمع للتوبيخ يقتني إيه؟ يقتني فهما. داود النبي قال له كده: تأديبا أدبني الرب وإلى الموت لم يسلمني. كل إنسان يقول له كده: أنت عارف
استطاعتي، أنت عارف احتمالاتي، أنت عارف إمكانياتي يا رب، إن سمحت بأي تأديب، بس اديني فهم، اديني فهم، اديني معرفة في هذا الأمر. أخيرا يا أحبائي، في أمثال 2:1-6 يقول لنا كده: يا ابني إن قبلت كلامي وخبأت وصاياي عندك حتى تميل أذنك إلى الحكمة وتعطف قلبك على الفهم، إن دعوت المعرفة ورفعت صوتك إلى الفهم، إن طلبتها كالفضة وبحثت عنها كالكنوز، زي ما أنت بتسعى للقمة العيش والمستقبل وكل حاجة أنت بتفتش عليها وبتفتشها من عيونك كمان، مستعد أنت تسهر اليوم كله عشان تجمع مال، يقول لك اطلب الفهم، اطلب الفهم كالفضة وبحثت عنها كالكنوز، فحينئذ تفهم مخافة الرب وتجد معرفة الرب. الله ليه؟ لأن الرب يعطي حكمة من فمه المعرفة والفهم، مش ما تاخدهاش من حد، افهم ما أقول، فليعطيك الرب فهما في كل شيء، فهمني فأتعلم وصاياك يا رب. سامحوني في هذه الرسالة الأخيرة اللي أنا هقولها في أفسس 5:17، معلمنا بولس الرسول يقول للأهل أفسس، يقول لهم كده: من أجل ذلك لا تكونوا أغبياء بل فاهمين ما هي مشيئة الرب. ما بيشتمش، لكن بيقول، بيوصف حالة إنسان وصل إلى عدم الرغبة في الفهم. طب قال لي معلمنا بولس الرسول، خليني أرجع معاكم حتة شوية اللي أنا قلت لكم جبيلك عنيها، بفهم الوقت إزاي وبالتالي بستثمره في إيه، الوقت والاستثمار. في أصحاح 5 في 10 يقول لنا كده إيه: مختبرين ما هو مرضي عند الرب، ولا تشتركوا في أعمال الظلمة غير المثمرة بل بالحري وبخوها. وفي 15 يكمل عشان يقول لهم الآية دي: فانظروا كيف تسلكون بالتدقيق، لا كجهلاء بل كحكماء. يعني تأخذ حكمة من الله مش حكمتك البشرية. توكل على الرب بكل قلبك وعلى فهمك إيه، لا تعتمد. تسلكون بالتدقيق لا كجهلاء بل كحكماء مفتدين الوقت لأن الأيام شريرة. جبالك كنا بنقول كده، الوقت بتاعك أنت قيمته كبيرة، إمتى؟ لو أنت استثمرتها لمكانتك في السماء. إنما لو استثمرت الوقت في الأرض لكل ما هو في الأرض، أنت هتطلع بإيه؟ باطل الأباطيل، الكل باطل وقبض الريح. وأنا بنعمة ربنا كان في فترة من الفترات طلعت شائعات وإشاعات كثيرة، كان بنعمة ربنا عندي سلسلة أتمنى أن كل إنسان يرجع ليها، كان الشعار بتاعنا كده برضه في أمثال 14:15: الغبي يصدق كل كلمة والذكي ينتبه إلى خطواته. الغبي يصدق كل كلمة، أي كلمة تتقال. عشان كده بجبالك بقول لكم في ناس مش فاهمين أي حاجة في الدنيا، مش عارفين أي حاجة، عشان كده للأسف كل كلمة بيصدقها. حذاري للي بتطلع شائعات، حذاري للي بتعسر الآخرين، حذاري اللي بتسيء إلى الكنيسة، حذاري اللي بتسيء إلى أي إنسان. احمي نفسك. الذكي الفهيم ينتبه إلى خطواته. في أمثال 14:18 يكمل يقول كده: الأغبياء يحمينا ربنا يرثون الحماقة، هتورثه في الآخر، والأذكياء يتوجون بالمعرفة. أسيب هذه الكلمات في يد الله يا أحبائي، وبمسحة الروح القدس حتى كل إنسان مننا يدرك عمل الله اللي بيعمله في حياته أو حواليه،
حتى يقول له كده لتكن مشيئتك. أختم بقصة زي ما قلت لكم يا أحبائي عن أطيعوا مرشديكم واخضعوا لأنهم يسهرون لأجل نفوسكم. في يوم من الأيام كان في خادمة، الخادمة دي استعدت إن هي تمشي للخدمة للكنيسة. في وقت الظهر أبوها سألها، قال لها رايحة فين؟ أبوها ده كان للأسف بعيد تماما عن الكنيسة. قالت له ماشي الكنيسة عند خدمة. صار الأب غضب، ما فيش طلوع، ما فيش كنيسة، ما فيش أي حاجة. طبعا في آباء كده وفي أبناء كده مش ماشيين الكنيسة بسبب آبائهم، مش آباء مش ماشيين الكنيسة بسبب، وبالتالي النتيجة على أبنائهم، يعني في كلتا الأحوال مش ماشيين الكنيسة. كان من الثورة من الغضب بتاعته أخذ كل الصور الدينية اللي في البيت وقعد يقطعها، لدرجة وصل بيه الأمر إنه أخذ الكتاب المقدس من إيده ورمى الكتاب المقدس على الأرض، وقال لبنته كده مش هتطلع من البيت. طبعا كان سبب حزن وضيقة بالنسبة للبنت، لكن احتارت تطيع أبوها ولا مسؤوليتها في الخدمة، تعمل إيه؟ واحدة من الاثنين، يا إما تعارض أبوها وما تنفذش كلام الكتاب المقدس بحجة إنها طالعة للخدمة، يا إما تطلع للخدمة بعيد عن كلام أبوها. النتيجة في الآخر اتصلت بأبوها الروحي بأب احترافه. أبونا قال لها إيه؟ يا بنتي طيعي أبوكي، دي في حد ذاته دي خدمة، طيعي أبوكي وصلي لأجله طوال هذا الأسبوع، دي أعظم خدمة أنت حتقدميها، كرسي هذا الأسبوع للصلاة من أجله. وفعلا دخلت البنت إلى أوضتها وابتدت تقدم الصلوات وابتدت تقدم المطنيات، واستمرت طول الأسبوع. شوفوا المغزى أو التغيير حصل إزاي يا أحبائي. أبوها وأمها لاحظوا الهدوء بتاعها والسلام بتاعها والابتسامة بتاعتها، وما شافوش أي حاجة من الثورة أو الضيق اللي كان عليها، الغضب في الأول أو الضايقت، آسف مش غضب بس ضيق جواها. في اليوم السابع تقول القصة يا أحبائي إنه لقت أبوها داخل عليها الأوضة بتاعتها وبيعتذر ليها وبيحتضنها، بياخدها في حضنه وبيقول لها كده إيه، وهو بيبكي يقول لها كده، أنا حلمت امبارح حلم عجيب، حلم صعب، حلمت إن أنا بتعذب في النار وإنت واقفة من بعيد ومعاك ملاك، وجا الملاك وطلعني من النار وقال له كده أخرج بصلوات بنتك. قال له كده أنت خرجت بصلوات بنتك. مغزى هذه القصة يا أحبائي عشان أختم هذه الرسالة اليوم، يقول كده ثلاثة رسائل. أولا الإنسان الغضوب، أنا هقول لكم نفس الرسالة زي ما هي مكتوبة في القصة من إحدى الكتب، مش هحرف فيها ولا أزود فيها. الإنسان الغضوب يفقد سلطانه على نفسه ولا يستطيع أن يضبط كلامه أو تصرفاته، فهو مسكين ومحتاج لمن ينتشله من هذه الغيبوبة. فهل تستطيع أن تتقدم نحوه بمحبتك وتحتمل غضبه وتصلي لأجله؟ احنا بنرفع قلوبنا باستمرار وبنقول بنصلي يا رب، بنصلي من حتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم، وصلوا معايا بعدينك في آخر
اليوم في آخر العزة أحبائي، إن كان الغضوب له مكان أكبر منك فاحترمه وأطع أوامره ما دامت ليست ضد وصية الله. أيها الأولاد أطيعوا والديكم فين؟ في الرب. ثق أن محبتك وطول أناتك التي تسند صلواتك تستطيع أن تنتشله من اضطرابه. الرسالة الثانية، إن الطاعة هي تدريب جيد للأطفال، تدريب يجيده الأطفال ويصعب على الكبار للأسف. وعايزين في الآخر إحنا الكبار عايزين أولادنا يطيعوا. طب إذا كنا إحنا الكبار مش عايزين نطيع ولا نقبل، يبقى أولادنا حيطيعوا إزاي؟ فهو أعلى تدريب في المسيحية، لأنه إخلاء الإنسان من مشيئته ورغباته حتى الصالحة منه ليريح الآخرين مش ليتعب الآخرين. ثالث حاجة، الطاعة تحفظ لك سلامك وتنقذك من الغضب وتهدئ بها ثورة الغاضبين وتعطيك حكمة فتفهم أكثر ممن حولك وتكتسب خبرات كثيرة كبيرة ممن تطيعهم، وبسببها تفيض عليهم وتفيض عليك نعم الله وبركاته. مسيحنا القدوس، أضع أمامك يا رب هذه الكلمات التي أعطيتها لنا بليلة بروحك القدوس، تمسحها بمسحة روحك القدوس في قلب كل إنسان حتى نخضع ونطيع سواء إلى كلمتك فنفهم فنكتسب تدبيرا، أو لمرشدينا وآبائنا الذين يسهرون لأجل نفوسنا فنتمم إرادتك ومشيئتك ونقول ما يحسن في عينيك افعله ونحن ملك إيديك. الله يبارك في هذه الكلمات ويعطينا بالإيمان نفهم، وبكلمة الله نستطيع أن نفهم، وبروح الله ومخافة الله نكتسب علم وفهم وحكمة ومعرفة. له كل المجد والإكرام والسجود من الآن وإلى الأبد، أمين. تفضلوا نصلي يا أحبائي. باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد، أمين. إلهنا الطيب الحنان، أبونا السماوي، كم نشكرك من أعماق قلوبنا يا رب من أجل هذه النعمة وهذه البركة ورسالتك المحية، هذا الإيمان، هذه النعمة وهذه الثمرة وهذه الفضيلة التي بها نفهم تدبيرك الصالح وعملك الإله العجيب يا رب. بالإيمان نفهم أمور كثيرة بفهم روحي حقيقي يا رب، من خلال كلمتك نسمع ونطيع ونسلم، من خلال روحك القدوس يا رب ترشدنا وتعلمنا إلى كلامك المقدس يا رب. قال لك معلمنا بطرس الرسول في يوم، يا رب إلى من نذهب وكلام الحياة الأبدية هو عندك. يا رب زرعت وجعلت الأبدية في قلوبنا عشان نستطيع أن نفهم بيها عملك، لكن سمحنا يا رب، سمحنا لأننا تجاهلنا أو أغمضنا عيوننا عن الأبدية يا رب. بقينا أن احنا نبص للأرضيات، بقينا نفكر بحسب فكر البشر، بقينا نفكر بحسب فكر الإنسان المائل إلى الشر منذ صباه، مبقاش عندنا هذا الفكر الذي ليسوع المسيح زي ما قال معلمنا بولس الرسول. عشان كده مبقاش جوانا في طاعة يا رب، مبقناش إن احنا نطيع حتى الموت زي ما قال قيل عنك يا رب أطاع حتى الموت، موت الصليب. ما بيجاش عندنا الأذن اللي تسمع لكلمتك يا رب،
وتقبل تدبيرك الصالح في حياتنا. عشان كده بنقول لك لا، بنقول لك لتكن مشيئتنا لا لتكن مشيئتك، لا لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، لكن لتكن مشيئتنا كما في الأرض وحتى وتكون بعد كده في السماء. يا رب الآية اتقلبت، يا رب الآية اتقلبت، وعشان كده بقينا نطلب ما هو للعالم وما هو لأنفسنا ولا نطلب ما هو لك يا رب. صدق آبائنا القديسين لما قالوا ابن الطاعة تحل عليه البركة، صدق أبانا أبينا القديس البابا كيرلس لما قال الفم الذي يشكر يقبل البركة. وأي بركة هي يا رب سوى أن نكون في الأبدية، سوى أن نكون خاضعين لإرادتك ومشيئتك. باركنا مبارك الله الذي باركنا بكل بركة روحية في السماويات في المسيح يسوع. عشان كده ادينا كلمات هذه الترنيمة بحق، عرفتك لمست، رأيتك لمستك عرفتك، شكرا لك يا رب. دين ان احنا نراك بالإيمان وليس بالعيان، نراك في كل خليقة، نراك في أعمال حياتنا، نراك في تدبير أمورنا، نراك في كل ما تمتد إليه أيدينا، نراك في الضيقات اللي احنا بنمر بيها وإيدك بتنتشلنا وبترفعنا، نراك في الأزمات يا رب وفي وسط الأوبئة وإنت بتحوط علينا وبتحرسنا وبمحبتك تحصرنا يا رب. دينا ان احنا نلمسك فعلا، نلمس ايديك الشافية، نلمس ايديك اللي بتتحنن علينا، ايديك اللي بتحوطنا وبتضمنا اليك يا رب. نعرفك، نعرفك حق المعرفة، نعرفك ولو حتى بعض المعرفة، نعرف كلمتك، نعرف ارادتك، نعرف ابديتك، نعرف تدبيرك الصالح. سلمنا فصرنا نحمل عشان نقول لك شكرا ليك، فنقبل كل هذه البركات يا رب. النهارده يا رب بنقول لك انظر الينا يا رب، انظر الينا ولا تخيب رجاء كل من اتكل عليك يا رب. الذي المتكل عليه او بالايمان اللي بيتكل عليه لا يخزى ابدا، زي ما قال معلمنا بولس الرسول ومعلمنا داود النبي، المتكل عليه لا يخزى. ونتكل عليك ازاي واحنا لو ما عندناش ايمان يا رب؟ ملعون كل من يتكل على زراع بشر، ولكن طوبى لمن اله يعقوب معينه واتكاله على الرب الهه. انظر الينا بعين الرحمه يا رب. يا رب بنقول لك كلمات يهوشافاط الملك، لا نعلم ماذا نفعل ولكن نحوك اعيننا يا رب. اذكر يا رب شعبك في كل مكان، اذكر يا رب كنيستك، ما تسمحش ان يهلك اي انسان من شعبك. ارفع شأن المسيحيين في كل العالم، ارفع شأن كنيستك يا رب، ابطل مشورة الاشرار يا رب، اسكت صوت المتهجمين على كنيستك يا رب، ارفع راية الصليب عاليا يا رب، مجد كنيستك يا رب، مجد كنيستك. فأنت قلت يا ربي أبواب الجحيم لن تقوى عليها وكل آلة صورت ضدك لا تنجح. مجد كنيستك زي ما أنت جاي عشان تاخدنا في هذا المجد يا رب، كنيستك اللي اقتنيتها بدمك، كنيستك اللي أسستها وصنعتها يداك يا رب. اذكر القائمين عليها، سيدنا البابا وشريكه في خدمة الرسولية الأنبا بولا، كل القائمين، آبائنا الأساقفة المطارنة، الكهنة، كل الموجودين من شعبك، خدام ومخدومين، شمامسة وأفراد صغير وكبير، الكل تحت حمايتك، الكل تحت عنايتك يا رب، الكل أنت قلت عين عليكم. عشان كده ما تخيبش رجاء أي إنسان التجأ إليك يا رب، وما تسمحش إن يكون أي إنسان بعيد من كنيستك أو خارج الفلك،
خارج هذا الحصن الحصين يا رب يسوع، بل احفظنا داخلا، احفظنا دائما في نعمتك، واحفظنا دائما في قوتك وفي يمينك. بنصلي من أجل الذين طلبوا أن نذكرهم في صلواتنا ونحن غير مستحقين، ليس من أجل أي صلاح فينا يا رب، ولكن نقول لك يا رب ليس لنا لكن لإسمك أعط مجدا. صلي من أجل، نصلي من أجل الذين هم في شدة أو في ضيقة، نصلي من أجل الذين هم في أمراض، نصلي من أجل الذين هم في سجون، نصلي من أجل الذين هم في الشدائد، نصلي من أجل الذين هم في احتياج إلى نعمتك وقوتك، نصلي من أجل الذين ليس لهم أحد يذكرهم، نصلي من أجل البعيدين، نصلي من أجل الضالين، نصلي من أجل المحرومين، نصلي من أجلنا نحن الضعفاء الخطاء الذين أولهم أنا، نصلي من أجل كل فرد انسكب وتسفك دمك عليه يا رب يسوع. بنصلي من أجل كل العالم حتى إنك أنت تشرق بنور نعمتك في قلوبهم يا رب، ليعرفوك أنت هو الإله الحقيقي ويسوع المسيح الذي أرسلته. باركنا بكل بركة روحية تجدنا في احتياج إليها يا رب، من أجل خاطر دمك وبشفاعة أم النور القديسة الطاهرة عذراء مريم، قديس العظيم الأنبا أبراهام، بركة رئيس الملائكة الجليل رفائيل مفرح القلوب شفيع هذه العشية وهذا اليوم يا رب. احفظنا، قوينا واسندنا، سامحنا واغفر لينا، ولا تجازنا من أجل كثرة خطايانا، بل جازنا بمثل محبتك ونعمتك ورحمتك علينا يا رب، كرحمتك وليس كخطايانا، واجعلنا مستحقين أن نناديك بدالة البنين قائلين بشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كففنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد، آمين. محبة الله الآب ونعمة الإبن الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، شركة وموهبة وعطية الروح القدس فلتكن مع جميعكم وتبارك حياتكم. امضوا بسلام، سلام الرب يكون معكم جميعا، آمين.